مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أحبابي طلاب الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معا بإذن الله تعالى مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، ودرس اليوم بإذن الله تعالى هو عن قانون الجيب. السؤال الأساسي في درس اليوم: كيف يمكن استعمال قانون الجيب لإيجاد أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا في المثلثات الحادة الزوايا والمثلثات المنفرجة الزاوية؟ في نهاية الدرس بإذن الله تعالى تستطيع استعمال قانون الجيب لحل المسائل. تعالوا مع بعض نشوف المفهوم بتاعنا شباب. قانون الجيب: في أي مثلث ABC، لو أنا عندي مثلث ABC زي ما أنت شايف كده، إذا كانت أطوال الأضلاع A هو B و C، A و B و C هي التي تقابل الزوايا A capital B capital C capital، يعني آدي زاوية A تقابلها زاوية الضلع، طول الضلع A small، وعندي الزاوية B يا شباب هي تقابلها الضلع B small، وعندي الزاوية C يقابلها الضلع C small على الترتيب. فإن قانون الجيب يربط جيب كل زاوية بطول الضلع المقابل لها. يعني يا أستاذ قانون الجيب ده، شوف قانون الجيب هو ليه، ساين A يعني ساين هذه الزاوية اللي أنا مؤشر على ده شباب، على A على الضلع المقابل لها، يساوي ساين B يعني ساين هذه الزاوية على الضلع المقابل لها اللي هو B، يساوي ساين C على الضلع المقابل لها اللي هو إيه، اللي هو C. يبقى قانون الجيب عبارة عن ساين كل زاوية على طول الضلع المقابل لها، يعني ساين A على A يساوي ساين B على B يساوي ساين C على C، يعني ساين أو جيب كل زاوية على طول الضلع المقابل لهذه الإيه الزاوية. المهم عندي بقى يا شباب، متى يستخدم هذا القانون، قانون الجيب ده امتى استخدمه يا شباب؟ ركز كويس جدا في الجزئية دي يا شباب، وجيب دفترك الخاص بيك كده واكتب دي عندك، لان هتستفاد بقى كويس جدا، لان دايما بتسأل نفسك سؤال امتى استخدم القانون ده. يستخدم قانون الجيب بشكل رئيسي عند حساب طولي ضلعين مجهولين في مثلث، يبقى عندك ضلعين مجهولين في مثلث، بس يكون عطيكي بقى، يكون عطيني ضلع ثالث ومديني زاويتين من زوايا المثلث. يعني يا استاذ في قانون الجيب ده هيعطيني زاويتين من الزوايا الثلاث ويديك طول ضلع. يبقى اذا تواجد في مثلث حاد الزوايا او مثلث منفرج الزاويه زاويتين من زوايا الثلاث وطول ضلع واحد، اقدر احسب طول الضلعين الايه المجهولين، وده الاستخدام الرئيسي لقانون الجيب. وهناخد له استخدام اخر بس باذن الله تعالى في درس اللاحق باذن الله. يبقى اول حاجه بالنسبه لنا يستخدم قانون الجيب متى؟ يستخدم عند حساب طول ضلعين مجهولين في مثلث بمعرفة طول الضلع الثالث وقياس أي زاويتين من زواياه الثلاث. طيب تعالوا مع بعض نشوف السؤال الأول. في المثلث XYZ، هذا المثلث بتاعنا XYZ، أوجد طول YZ، أوجد طول YZ، تمام، وقرب الطول إلى أقرب جزء من 10. تعالوا كمان بص مع بعض على المثلث ده، معلوم فيه إيه؟ معلوم فيه زاويتين أهمت وآدي طول ضلع، خلاص مديني يا أستاذ زاويتين وطول ضلع، يبقى على طول مباشرة أستخدم قانون الإيه؟ الصين. طب هستخدم قانون الصين، أنا عندي قانون الصين يا أستاذ ثلاث جزئيات اللي هو صين إيه على إيه؟ يساوي صين بي على بي يساوي صين سي على سي. وحبيت أقول لك برضه في البداية يعني أنت ممكن تقلبه، يعني ممكن أقول إيه على ساين A يساوي B على ساين B على ساين B يساوي C على ساين C، يعني ممكن القانون يستخدم من الناحيتين. طب تعالوا مع بعض هنا يا استاذ، انا عايز YZ، يبقى انا عايز YZ ده،
اخد واي زد ده واخد الزاويه المقابله ليه، يبقى انا هتعامل مع واي زد والزاويه المقابله ليه اللي هي زاويه اكس، واتعامل مع مين كمان؟ مع زاويه الزد والضلع المقابل لها. يعني استاذ ما اخدش واي والضلع المقابل لها؟ لا طبعا، لان واي غير معلومه واكس زد غير معلوم. يبقى انا بتعامل مع مين؟ انا عايز واي زد، يبقى انا عايز ده واي زد، يبقى هتعامل مع واي زد والزاويه المقابله ليه. ومين كمان معايا يا شباب؟ الزاويه المعلومه اللي هي دي يا شباب، اللي هي زاويه الزد واكس واي اللي هو الايه؟ الضلع المقابل لها. يعني هقول ايه؟ هقول ساين زد على اكس واي يساوي ساين اكس على واي زد. خلاص تعال نكتب كده اهو، ساين زد لانها معلومه على اكس واي على الضلع المقابل لها زي ما اتفقنا، يساوي ساين اكس اهي، ساين اكس على الضلع المقابل لها اللي هو واي زد اللي انا عايزه. طبعا ما استخدمتش ده ولا ده، لا الزاويه دي ولا الضلع ده، على اعتبار الزاويه دي غير معلومه والضلع ده غير معلوم، واستخدم هذه الايه؟ مجرد تعويض بقى. ساين زد، زد عندنا بكام؟ ب 77 اهو، نعوض، يبقى ساين مكان الزد احط 77، واكس واي احط مكانه كام؟ 7، يساوي ساين اكس الاكس بكام؟ ب 51 على واي زد اللي احنا عايزينه يا شباب. كيف تجيب واي زد؟ خلاص علمت بقى، قلت لك واي زد يساوي، واروح عامل شرطة كسر. تمام، شفت انا هعملها ازاي؟ نرجع تاني كده، عايز واي زد، المطلوب واي زد، هقول واي زد، امسك قلمك معايا كده، هتقول واي زد يساوي شرطة كسر. ايش المقابل لواي زد في المقص يا شباب؟ اللي هو ساين 77 تبقى في المقام تحت، واضرب مين في مين فوق؟ اضرب 7 في ساين 51. تعال نشوف مع بعض كده اهو، يبقى واي زد يساوي شرطة كسر مقابل الواي زد في المقص ساين 77 في المقام، واضرب 7 في ساين 51، واستخدم الآلة الحاسبة بهذا التتابع اللي هو 7 ضرب ساين 51 قسمة ساين 77، هيطلع معاك الناتج بالتقريب 5.6. طب تعالوا مع بعض نشوف سؤال آخر. في المثلث أوجد، في المثلث أو في الشكل المقابل ده عايزين إكس زد. يلا شباب أنا عايز إكس زد. تمام، طب يا أستاذ أنا عايز إكس زد، لابد أن تكون الزاوية المقابلة ليه معلومة، صح ولا لا؟ لأن أنا هاخد ساين هذه الزاوية على الضلع المقابل لها. طب هاخد بقى 51 ولا 77؟ ها أسمع منك بقى، طبعا لو خدت الزاوية 51 الضلع المقابل لها غير معلوم، صح ولا لا؟ يبقى مش هتمشي معانا، يبقى أنا هاخد الزاوية زد على الضلع المقابل لها. يبقى كمان مرة، يبقى أنا هاخد ساين زد على اكس واي، صح ولا لا؟ يساوي ساين واي على اكس زد. واحد يقول يا استاذ طب ما واي مش موجوده، ما انا لازم اخدها ليه؟ لان انا عايز اكس زد، يبقى لازم اجيب زاويه واي الاول. طب اجيب زاويه واي ازاي؟ ها قياس زاويه واي هتجيبها ازاي؟ صباح طالب بيقول يا استاذ ما هي زوايا المثلث كلها 180، يبقى 180 ناقص 51 ناقص 77، كلامك صح، يبقى انا هجيب زاويه واي اللي عباره عن 180 ناقص 51 ناقص 77 هتطلع معانا 52. طب انا جبت دي ليه يا استاذ؟ من عندي الزاويه دي معلومه، انا جبت الزاويه واي لان مطلوب اكس زد، وما اقدرش اجيب اكس زد الا اذا كان الزاويه المقابله معلومه، يبقى انا الحين اصبحت مضطر ان انا اجيب قياس زاويه واي. اللي جبتها بكيف؟ 180، ال 180 دي منين؟ خلاص انتوا حافظين الكلام ده، ان زوايا المثلث بالكامل قياسها او مجموع قياسات زوايا المثلث 180، يعني 180 ناقص 51 ناقص 77 هتطلع زاويه واي بتساوي كام؟ 52 درجه، واستخدم النسبه ايه؟ الساين اهوت، يبقى ساين واي ها على اكس زد يساوي ساين زد على اكس واي، يعني ساين هذه الزاويه على الضلع المقابل لها يساوي ساين هذه الزاويه على الضلع المقابل لها اللي هو قانون الساين. مجرد تعويض بقى، يبقى ساين واي مكان الواي حط 52 على اكس زد اللي احنا عايزينه، يساوي ساين زد اللي هي 77 على اكس واي، مجرد تعويض بيساوي 7. كيف هنجيب اكس زد بقى؟ يبقى هتقول ايه؟ امسك قلمك كده هتعمل ايه؟ هقول اكس زد يساوي شرطه كسر. ايش المقابل للاكس زد يا شباب في المقص بتاعنا؟ ساين 77 تبقى في المقام تحت، واضرب 7 في ساين 52 واضربها في البسط، يبقى اكس زد خلاص ساين 77 في المقام، واضرب ساين 52 في 7، واستخدم الاله الحاسبه الاقرب جزء من 10، هتطلع معانا تقريبا 5.7. طب تعالوا مع بعض نشوف السؤال الثالث. مستخدما الشكل ادناه اوجد قيمه اكس واي. ها نسمع منك بقى، اكس واي انا عايز اكس واي، يبقى هاخد اكس واي على ساين الزاويه المقابله له، يعني او ايه؟ او اخد ساين هذه الزاويه على اكس واي. تمام، طب اخد ال 54؟ لا ده انا عندي ده معلوم، يبقى اخد مين ده
على الزاوية دي، صح ولا؟ يبقى أنا لازم أجيب زاوية إكس أولاً. طب ما أستخدمش ليه يا أستاذ؟ أنا عايز إكس واي، صح ولا؟ يبقى أستخدم الإكس واي مع الزاوية المقابلة إيله، وهستخدم الضلع المعلوم ده مع الزاوية المقابلة إيله، يبقى أنت يلزمك تجيب مين الأول؟ أجيب زاوية إكس، صح ولا؟ بنفس طريقة المثال السابق يا شباب، كيف هتجيب زاوية إكس؟ خلاص حفظنا، يبقى عبارة عن 180 ناقص 54 ناقص 78 تطلع معانا 48. هنستخدم إيه بقى يا شباب؟ هستخدم ساين زد على إكس واي يساوي ساين إكس على زد واي. تعال نشوف كده أهو، ساين إكس على زد واي يساوي ساين زد على اكس واي، مجرد تعويض بقى. ساين اكس، اكس جبناه بكام؟ ب 48، يبقى ساين 48 على واي زد اللي هو كام؟ ب 10، يساوي ساين زد اللي هي 78 على اكس واي اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينه. كيف هنجيب اكس واي؟ خلاص حفظنا، يبقى اكس واي يساوي شرطة كسر والمقابل لها في المقص اللي هو ساين 48، واضرب دول مع بعض فوق اللي هو 10 ضرب ساين 78 او ساين 78 ضرب 10، هيطلع بيساوي تقريبا 13. طب تعالوا مع بعض نشوف السؤال الرابع. مستخدما الشكل ادناه اوجد قيمه اكس. ها يلا بينا نشتغل. ده التمرين ده طبعا صفحه تمرين 18 صفحه 166. ها هنعمل ايه؟ انا عايز اكس، يبقى هاخد اكس مع الزاويه المقابله له، وطبعا ادي زاويه والضلع المقابل لها معلوم، يبقى اخد ساين هذه الزاويه على اكس يساوي ساين هذه الزاويه على كام؟ على 13. تعال نكتب كده اهو، يبقى ساين 22 على اكس تمام يساوي ساين الزاويه دي على 13. وانت ممكن تعكس زي ما قلت لك، ممكن اقول اكس على ساين 22 يساوي 13 على ساين 57، هتطلع معاك نفس النتيجه تمام. يبقى انا استخدمت ساين 22 على اكس يساوي ساين 57 على 13. كيف اجيب الاكس؟ يبقى برضو هقول اكس يساوي شرطه كسر المقابل الاكس في المقص ساين 57 تبقى موجوده في المقام، واضرب 13 في ساين 22. تعالوا مع بعض نشوف كده تمام، يبقى اكس بيساوي شرطه كسر المقابل لها في المقص اللي هو ده ساين 57 مقاما، واضرب ساين 22 في 13 واستخدم الاله الحاسبه، يبقى اكس هتطلع معانا بيساوي 5.9 من 10 لاقرب جزء من ايه؟ من 10. والى هنا احبابي طلاب الصف العاشر نكون قد انتهينا من الدرس الاول من دروس قانون الجيب، والى ان نلقاكم في لقاء جديد ودرس جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.